وأيضا مع بداية تعاملات الأسواق الخليجية مرة أخرى هذا الأسبوع، نذهب إلى بيروت. تنضم إلينا من هناك زميلة ماري سالم، محللة مالية في شرق الأخبار، دائما تتابع الأخبار من الشركات والأسواق الخليجية. صباح الخير ماري. أسألك عن هذا الخبر، عن إدراج جي اف اتش الآن في السوق السعودية. الشركة يمكن واحدة أو الوحيدة بجوز من الشركات المدرجة في أكثر من بورصة عربية، مدرجة بدبي، بالكويت، بالبحرين، والآن أبوظبي والسعودية. صباح الخير سبا، ويعطيك الف عافيه. يعني فعلا ملفت الزخم اللي عم نشوفه بقصه الموضوع الادراجات المزدوجه او الكروس ليستنجز اللي موجوده، ولكن يمكن ابرز شيء هو السهم جي اف اتش اللي شفناه خلال العام الماضي عم بيدرج ببورصه ابو ظبي، وهلا كمان ضمن الاتفاق ضمن القرار تبع الجمعيه العموميه اللي صار وقت اللي توافق على طرحه ببورصه ابو ظبي، كان في الموافقه على طرح كمان السهم ببورصه السعوديه بالسوق السعودي، وهذا الشيء اللي هلا عم نشوفه عم بيرجع للاضواء من بعد ما تم تعيين راشحي كابيتال كرمال لحتى انه هن يديروا هذا الموضوع، يعني فيما يتعلق بالادراج بالسوق السعودي. موضوع الادراجات المزدوجه عم بيحظى بكثير اقبال من قبل المستثمرين وحتى من الشركات يلي هلا حاليا عم بتعلن عن ادراجات او نيه الادراج المستقبلي، لانه عم نشوف يعني شفنا النجاح تبع امريكانا بالفتره السابقه رغم بعض الضغوط يلي واجهتها الشركه بحكم القطاع اللي هي موجوده فيه خلال فتره معينه من العام الماضي، ولكن بشكل عام الأداء عم بيكون جيد جدا. يعني حتى نوعية السيول اللي عم بتفوت على هذه الشركات من قبل المستثمرين عم بتكون جديدة وعم بتكون بزخم أكبر. سهم جي اف اتش مثل ما ذكرت هو مدرج بأربع أسواق خليجية، وحاليا يعني عم نشوف حتى التداولات تبعه قريبة من بعضها رغم أنه بعض الارتفاعات بالسوق الكويتي والبحريني عم بتكون أكثر من يلي شهدناها بالسوق الإماراتي إن كان بدبي ولا بأبو ظبي، ولكن بشكل عام المستثمرين بجربوا قد ما فيهم يعني في مكان ما أنه يستفيد من هذه الادراجات باسواق مختلفه. هلا في بعض المستثمرين الاجانب يمكن بيلجأوا لموضوع الاربتراج او فرق الاسعار فيما يتعلق بهذه الاسهم اللي عاده بتكون مدرجه بسوقين مختلفين، ولكن بالاسواق الخليجيه بتكون الاسعار شوي متقاربه من بعضها اكثر، فما بيكون في هذه الفرص المتاحه مثل اذا كان سهم مدرج باسواق خليجيه مثلا او بلندن او بامريكا وغيرها من الاسواق العالميه. بهذه المرحلة نحن عم نشوف حتى أداء الأسواق الخليجية وعم نشوف حتى الأداء المتماسك إذا بدنا نقول، خاصة بالأسبوع الماضي على المؤشرات الخليجية بشكل عام. إذا بناخذ النسب تبع الارتفاعات تبعها كانت أغلبها قريبة من بعض، يعني إذا بدنا ناخذ السوق السعودي اللي كان أفضل أداء عن ارتفاع خلال الأسبوع الماضي كان 2.3%، سوق دبي المالي كان 1.9، المؤشر القطري 2%، بعمان 1.8. يمكن الأقل حظا كان بورصة البحرين اللي كانت على استقرار، وسوق أبو ظبي اللي ارتفع فقط بنصف نقطة مئوية. اللي الملفت بأداء الأسبوع الماضي سوى اللي كنا عم نشوفه هو الزخم والكمية السيول اللي دخلت على الأسواق والأحجام التداول اللي زادت إذا بدنا نحسبها على معدل الثلاث أشهر اللي قطعوا، هنلاقي إنه بهذه الفترة كان في زيادة ملحوظة بأحجام التداول وأبرزهم يمكن بالسوق السعودي. يعني كنا عم نشوف مستويات جديدة على المؤشر، مستويات ما شفناها من سنتين وثلاثة، وحتى عم نشوف أحجام تداول جدا قوية. اعلان النتائج بالامارات انتهى موسم الاعلان تبع النتائج، واغلب الشركات فاجات المستثمرين بالبيانات الماليه تبعها وخلقت نوع من استقرار او حتى منظور ايجابي للفتره المقبله، على القليل اللي بدنا نقول بالربع الاول من 2024 لحتى ما كثير نمد الفتره ونكون شوي موضوعيين بتحليلنا. هذه الفترة بالنسبة للمستثمرين جدا حساسة، المؤشرات عن مستويات جدا مغرية، بدنا ننطر تنشوف من بعدها كيف ممكن تكون فترة ما بعد إعلان النتائج، يعني وقت اللي بنبلش نطلع على المؤثرات الأخرى مثل الأسواق العالمية وأسعار النفط كيف حيكون لها تأثير بالأسواق الخليجية. كثير مهمة طبعا النتائج اللي بعدنا عم نشوفها من السوق السعودي. شفنا سليمان الحبيب الارتفاع ب 24% بصافي الربح، بالإيرادات أيضا ارتفاعات دبل ديجيت. هلا كمان نادك السعودي عم نشوف إنه نمو بإيراداتها بحوالي 18-19%، هذه كلها قطاعات طبعا غير نفطية ننظر إليها وننظر إلى النمو الذي تشهده. بدي أرجع لموضوع جي اف اتش معك شوي ماري. إدراج بأربع بورصات، يعني لا شك بأنه عبء يمكن على أي شركة، لأنه بدأت تقدر تتوافق مع كل القوانين وكل المتطلبات
كل واحدة من هذه الأسواق بيرجعني إلى فكرة شو صار بالبورصة الخليجية الموحدة. هلا هذا موضوع شوي يعني حلم بالنسبه يمكن لبعض المستثمرين، ولكن دائما سبا وقت اللي بيكون في عنا نحن الاستقلاليه، يعني حتى لو صار في بورصه خليجيه موحده بعتقد انه الابتعاد عن البورصه المحليه حيكون شوي صعب. يعني نحن دائما يمكن يكون في مؤشر خليجي موحد، الشركات الكبرى ضمن الاسواق الخليجيه ممكن تكون هيدي يعني ايديال او شيء مناسب للفتره يلي نحن عم نقطع فيها، خاصه انه كل الاسواق مثل ما انت ذكرتي انه هلا الشركات اللي هي مدرجه بعده اسواق هي عبء عليها، ولكن اغلب الاسواق الخليجيه صارت عم تتبع المعايير العالميه وصارت عم بتطور ضمن المعايير تبعها لحتى تكون هي متبعه المعايير العالميه، فبنلاقيها صارت كثير قريبه من بعضها تقريبا قصه القوانين وحتى شروط الادراج وغيرها من هذه المواضيع، فبالتالي ما كثير دائما بيكون عبء، ولكن في مكان معين يعني العبء بيستاهل، الشركه بتستاهل انها تتحمل هذا العبء بغية أنه يكون في عندها هذا الإكسبوجر يلي هذه الشركات عم تحظى فيه، ونوعية المستثمرين يلي عم يدخلوا على هذه الشركات بسبب وجودها بهذه الأسواق الخليجية، يعني أو حتى من سوق مختلف لآخر، لأنه يعني بالنسبة للبعض يمكن بيعتبروا أنه السوق السعودي الأحكام والشروط تبعه يمكن قوية أكثر مثلا من السوق بالبحرين أو غيرها من الأمثلة، فبالتالي هيدي بتخلق فرص زيادة بالنسبة للشركة أنه يكون في عندها هذا الإكسبوجر، وأكيد بيكون في عندهم يعني النية بالتوسع أكثر، يعني مش بس إنه كإدراج ولكن حتى التوسع ضمن هذه المناطق ممكن يكون أوبشن بالنسبة لها وممكن يكون احتمالية جدا إيجابية بالنسبة للشركات. ماري سالم شكرا جزيلا لك، يمكن حلم بس ما فينا إلا نسأل السؤال ونفتح الموضوع من وقت لآخر، شكرا لك.